سائل يقول: ما المقصود بأن النجاشي كان على دين النصارى الصحيح؟ إيه نعم، كان على دين النصارى الصحيح، ثم أسلم رحمه الله، أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما مات النجاشي بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وبموته، وقت موته جاءه الوحي من السماء، فخرج بأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام، ورحم الله النجاشي. نعم.